الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، عشر كان وكيس سغاشن يلحات كيس سغاشن يلحات كم ذا من رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، وعن كسو جري كتاب الأدب حين ودن بي آداب الطعام أو أدب الطعام راشينك يعنتظى مكلا قادنا يه سيدا وافقسن أخلاق دا إسلام كي اللعن لها أولي آخر با. باب الأمر بالأكل من جانب القصعة هو باب هاي فرد الله إسفري إن لقعنو حرادا حريره هيدا، والنهي عن الأكل من وسطها أي حبيد الله إسكر ربي إن برتمها يميشا كورسك ألا الله عو. فيه باب كان وحاكو جرو كي يمد قوله عليه الصلاة والسلام وكل مما يليك وعن وحيك سوحيك هدي أدد وحلو وذاقيسو أما أدكريك أبو عنيسو لنك كحيك أمبارشينك لقعنا متفق عليك ما سبق وقال اسكوا فقي سيدي صهر مرتي حديثك عن نصر الشوام مرأي عمر نبي سلمة أيو أجي دا شيخ يا غلام مسمي الله وكل بيمينك وكل مما يلي أنه سلي صوم الرأي حديث كي تضابق الصدن يستقال بأجي ذا شيخ. وعن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي حول البركة بركة تنزل وحكود قيسة وسط الطعام راشين كبرتميه بركة وحكود قيسة إيه السند إيه إلهي سبحانه وتعالى دفت وشيك قلنا إيه حيرض برتن كذا فكلوا عنا وكعنا من حافتيه راشينك هريريه طرفها يدن عيضا كعونا ولا تأكلوا من وسطه برطن كهيان لقعونين رواب داود الترمذي وقال حديث حسن صحيح. لفظك أبي داود وحوها إذا أكل أحدكم طعاما فلا يأكل من على القصعة، وفي رواية من على السحفة متكينها دور راشين عوني راشينك ما يشكر تنكا أما كرسكا أما برطمها يوسن كعونين ولكن ليأكل من أسفله فإن البركة تنزل من أعلاها لعيضها كعون محي إلي ومحقه ساكعون بركة حق صريك إيمان إيساي لأنه يقى كي مركة أمرك كي مت وأمر استحباب بجمهور أهل العلم كتقين نهي وأه ولا تأكل من وسطنا وحليه وأمر ندب واستحباب. لكن الإمام الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس في الأم وحولي هاي نهي قوال للتحريم نهي قوال للتحريم حولي ننك أق النبي عليه الصلاة والسلام أور ربو الديدي نحيرا برطن كيدي اللقاع عنه كدبنا أسوق أكسداك عنه وآثم دنبي لوي دنبي باللو قرية بركة نو أسوق استحباب كاسو سوق ورشا لكن رقي كدن بيو حيليهن نو الترجيح سوى مخالف لنص الشافعي شافعي نسكسو خلاف سنية هاي مركا حيرضا يوالاشا مركا حلقا عونا يوهريرها إذن عيدا كعونا برطا كان يالاقا بلا منه يقا أساقا ولا تأكل من وسطهنا وحل وصر في هدا أو لقا قليح يو وجوبك أما التحريم كن لقا قليح يو مع دو رأيك شافعي بان مدائن وحوك بدنيا والعلم عند الله. وعن عبد الله بن بوس رضي الله تعالى عنه قال حول السحابي كان للنبي نبي محضو حوؤها قصعة حيرو يقاو لها لقم عدبه الغراء تيفيس أما عديت الغراء وحلوي لأما جيت كلاقي السمية لقى قريبة عدا أما في معدن يبري وحنا عاصو لقول دشيبة عدين يي أما وحي لع عديد وحلو عنا يو برور يا شحم يو حاسا كم وقنا يي أما وحوي وحي لع عديد وناق أي هيسو مضى والنبي كله فينجر وح كتر يجري واحد وين وأفر سيد له هيد بيهيد أفر دجود الله قبته أيه له هيد يحملها وحاقات أربعة رجال أفر نمبا قادة جرمك الله بعد تراشين لقبو حيو لربا إن تدك اللوغ يو إن أفر نم قادان ما يهل يلا منكم في الليل حرز أوين وأصحاب الصفية صحابة يمركي أي ولي مجرتي النبي ومضى وحكوز داري جري أي أهيد. فلما أضحوا مركي برق ميزتين مسلمين تي أو سجد وأيت كذين الضحى صلاة الضحى أيت كذين أوتي وحللي مد بتلك القصعة حرز أي الغراء لورنتري وينيد أي الله كيني يعني وحوجة السحابه وقد ثرد فيها أيضا مكة للولاية وذاتان ورنجة للولاية وكبسية وكبسية عن شرية جباتي يحوه هلبا والاسكو داري وعينو كانت جباتي كانت جرادة وي مركة وذاتان نقد كتابك آخرية جري وحوه راشين لحونا أم وذات اللغو الصورة أم دالله سيو
baalka dhulwaha la yidhaahdo u fiicraa marka kanoon bay ku mitaalin jireen laakiin sariidku waa kibis iyo xoogo hilib oo la isku koosaaray wey meelahan maqaxda ka cuntana hadda ka tiradaan wey maxaad ahdaan jabaati xoogo lagu daray wey uun hilib yar lagu soo daray ya special jabaat miya la yidhaahdaa khayr insha Allah waqad surida fiha iyadoo la kibisayo kibistii lagu daray hilib suuga loo jeeda faltafu calayha way ku geedaanteen oo isku wareejiyeen xeerada weyneed ee Al-Qarra iyo hareeraha saxaabadu ka fadhiisteen faltafu calayha way isku wareejiyeen saxaabadu way ku wareey hareeraha ka fadhiisteen falamma kathuru markay saxaabadu bate oo ciriiri uu noqday meeshii la fariisan lahaa oo isku geedaameen jatha rasuulullah rasuulku leeyahay jilba joogsaday jilba uu nabi ku fariistay faqala arabiyyu nin baa wuxuu ramiya ah ma had iljilsa maxay tahay qaab fadhiga nabi allow sidaan haddii nin weyn oo culuma ama nabi ama boqor ama fariistay waa sidee nabigu intuu jilbaha dhulka dhigtay oo faraha ku istaagay sida atciyaad ee fadhiga dhexaad u fariisataan oo kale fadhiga dhexaad soo ma taqaanaan fadhiga u dhexeeya labada sujuudood ee faraha la qotonsaday cirbaha lagu fariisto salaama garanay sidaas uu nabigu u fariistay maadaama meesha cidhiidhi tawaasudu baa yasuubanu tiiba marka dhaqan oo ma ahayn haddii nabigu saa u fariisto nin weyn ama mas'uul ama la jecel yahay ama xurmalna canda carab saa inuu fariisto dhaqan ma ahayn oo ceeb bay ahayd addoommada iyo dadka la liidaa saa u fariisan jiray agtooda tiiba uu qoonsaday ninka remiga remiga wax ma qarsada hadduu wax dareeme faqala rasuulullahi rasuulka wuxuu yidhi ina allaha jacalani ilaahi wuxuu iga yeelay cabdan addoon kariiman wanaagsan ولم يجعل لي جميل جبارا درقي امضى درقي الجبار ومن يقهر غيره على مراد القاهر واحدك ددك قصبه درقي وحي سربن مريا جبار كليل هذا ولم يجعلني اله جميل جبارا ددك مددك مقونشو او قصبه عنيدا حقا حق بال مرو مدح ادق ثم قال رسول الله اذا ان سدان افريسو دقنك ادومه ان سميه اله باب سبحانه وتعالى ee khalqay wadaadu iska aamus baa la yidhi xadiis baa jira in nabigu maalmaha kamida uu malag baa yimid aan waligi nabigu u imanin markaas uu nabi maxamedow waxa doonaysa an takuna abdan nabiyya aw takuna malikan nabiyya ma adoon nabi aad rabta mise boqor nabi aad rabta jibriil oo macallinkiisa oo la joogay baa ya umidaro yidhi nabi allah hoos u bax hoos u soo dhig بل عبد النبي مركز النبي وحوره ادون نبي ان ربا ان نقضه اي ما ربا بقر النبي اه اذا مركتيب النبي درينسين يا وداد كان عربي ان الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا ثم قال رسول الله رسول الله وحكوا الصحابه بدني اي خيرتي قرا كو غوبني كلوا كعنا من حوالي هريره هذا كعنا ودعوا كتغ ذروتها كرسكده برتمها كتغ يبارك فيها وليدن بركينه وليدن بركينا كالليحرة برتنك إلا طابا روى أبو داود بسناد جيد ابن ماجه النسائن وواريا في الكبرى مختصرا حديث كالسوغة يوريان وحديث مركة أدياد قيمة بدان رغن كاسا مركة مسلمين تو يقانان إن وحلو عنو نبي وإن قد تربية ساسا للدونية عروتنا وإن قد تربية يو اللي مكا لويل كالسين هيبا أدو برتن قبل لابو ميش السوغد وتالي وهيلي كاللاعو حالي هل كان كوض وكو إمان دوناي هل كان كقفو هذا قياري دونا ميش عاسا ترتيب marka waa in lagu tarbiyeeyo caruurta iyo dadka ahalkaaba dhirwataha aalaaha bikasr dhal wa dhammaha dhurwana wa la yadeelka wa adalka wa la goda waan la hoos dhiga dhirwataha iyo dhurwataha waa isku mido aalaaha meesha u sareysay bartamaha weeye idan nahigaasi sida uu shaafici sheegay lagu daayo ma banaano marka xeero iyo weel raashiin ah in bartamaha aad ka bilowdo adoo hareeraha iyo darfaha ka soo cunay kara باب كراهية الأكل متكئا إن لكوضون لجعلين إن وحل عنا أدو دنجيغا تنجيرا لنا دنع أجيفا إن هذا حق كعنتو وضاما حق كعنتو وحاوي إنيسا بنانين عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلا وحيدي لا أكل عن ما يمتكئ أنو دنجيغا أما دنع دنع أجيفا رواه البخاري shaafiiciyadu marka hawshan ayada uu nabigu yidhi anagu anoo dangiigo janjeera cunay maayo raashiin waxay ku tirmeel khasaais khasaaista nabi maxamed bay ku tiriyaan sida abul abbas min alqas uu sheegay baha qani waa kadiido wuxuu yidhi maya khasaaista ma nabi maxamed iyo geyrkiiba looma ogolo maxaa yeelay nabi maxamed iyo geyrkiiba waa loo kooda
jamaaca min salaf oo saxaabiya taabiciin la marka iyagoo mutaki ah ku cuni jiray buu keenay, wuxuuna ku xambaaray inay ahayd daruuro darteed saa u ahayd. Markii ibn cabaas baa kamid, khaalid baa kamid, oo cabiid salmaani baa kamid, nusiirin cataa ibnu yasaar azuhri, jamaaca min salaf baa dangiiga ku cuni jiray. Marka diidada nabigu u diiday inay karaahad tahay oysan xaraam ahayn baa lagu xambaaraa oo loo badan yahay. Qaal khataabiyu, marka itikaagaas la sheegay baa laysku maandhaafay. Nabigu hawsha uu diidan yahay laa aakulu mutakan uu yidhi maxay tahay, waa qaabke, waa kayfiyadee, laba qaab keliya ayaan muran lahayn wax loo cuno. Markaad laba qaab keliya, inta kale muran baa ka taagan. Inaad labada jilib ku fadhiisato lugahana intaad laabto aad labada bogcad aad ku fadhiisato, sida dadka qaarkood atixiyaad ka dhexay u fadhiistaan, atixiyaad ka dhex lugta bidix baa lagu fadhiistaa, tan midigna saas loo yarqoto insha. Labada lugoodba inaad taa u dhigto ood bogcadkooda ku fadhiisato, dubmadowgana aad dhulka xijiso, jilbahana aad dhulka dhigato, qaabkaasi waa qaab aan karaaha ku jirin oon muran lahayn in wax loo cuni karo. Wadaad mihaali adaa igu dhowey hawsha aan sheegaha yaa lagu arkay sidaas lawyaha isku dhoweyaad safki waadaa qaatay sidaas waa muran malaha. Sida kale waa in lugta bidix lagu fadhiisato, midigna la qotansho sidaanaad wax ku cunto, oo jilibkan uu caloosha kaa soo galo. Tusaale sidaa uu wada maxaamin u fadhiya wey toosi kitaabka iska lexo si fiican lagu arkay. Sidaas wey ha aduu show sakaraad baa taayo saad samaysa lama samayn karo. Labada qaabbase un baan karahaayn, inta kale muran baa ka taala. Labada waad fahanteen, labada qaab ka barto qolyaha tabliiqa aad u yaqaana, dhowr goor oon la baxay hawlaha way ku fiican yihiin. Labada qaab keliya un baan karaha ahayn. Ninka hadii ay baasho ka soo horeyso sidaa miyuu fadhiisan karaa? Uma fadhiisan karo. Sida kale anfacaysa marka asaga, sidaa in labada lugoodba loo dhigto kadib taasa anfacaysa. Labada qaab waa laba qaab oo dhib yar weeye karahaana aan lahayn, nabiguna in badan uu isticmaali jiray, saxaabada iyo salafkuna ay ammaaneen. Inta kaloo dhan muran baa ka taagan. Inaad fadhigobad u fadhiisato lugahays dhaaf sidaa dad u fadhidaan oo kale wadaadaa waxna waa itika, waa karaho laa aakulu mutakian. Inaad gacan dhigato ama midig ha noqoto ama bidix ha noqoto oo sax ku cuntana ayadna waxaa la yidhi waa itika. Inaad dhinaca u janjeersato waa itika. Inta kaloo dhan muran baa ka yimid. Labada qaab keliyan idin sheegay ayaan muran lahayn. Tiibu hadda rabaa sheekhu inuu fasiro. Qaal khataabiyu, inta kaloo dhan maxaa loo diiday ama loo karaasaday? Waxaa loo karaasaday xuwa mamanaan iyo hunguri weynan baa ku jira, iyo nin usoo qaanshaystay inuu wax kala tuuro baad u eg tahay. Nabiguna howlaha ma jecelo, gobonimaduna kuma jirto. Laakiin markaad si lagu iska laabato saa iska teenimaan hawshan danaynayn wax badanna aan qaadaynin ayaa tahay. Laakiin mar haddaad u garwaaxaysato ama aad u janjeersato ama aad google u dhigato furaash u dhigato saad si fiican salka oola hesho dhulka owlahaas marka waa ninsa waxaad hayto cunto diyaara baashara jecel badan buuqanaysaa mana quruxsano. Ninka la odhan jiray Ibraahim an-Nakhaci ayaa la weydiiyey maxay salafku u kahodeen in ruuxu itikaa wax ku cuno. Waxay ka baqayeen bal inay calool weyn ka soo baxa calool yeeshaan. Markaas sidan kale labadan qaaba kale u fadhiisato raashin badan cuni maysid. Laakiin markaad lugaha fidsatay eed mar walba fidsatad waxaa weeye caloosha dhan baa buuxsami, foostada meel walba waxbaad gelinaysaa. Khadaabi marka macaalim sunanka Abu Dawud uu ku sharxay wuxuu rabaa inuu itikaaga fasiro. Qaal khataabiyu almutakiu hahuna, mutakiu hahuna waxa weeye huwa aljaalisu, waa ruuxa fadhiya, fadhiistay mu'tamidan asagoo cuskaday calaa witaa'in gogol taxtahu ka hoosaysa. Qaala wuxuu yihi khataabi wa araada, nabigu wuxuu ka wadaa xadiidkan laa aakulu mutakian annahu laa yaqcudu, inuusan fadhiisayn calaa witaa'i gogol, uusan ku fadhiisanayni walwasaa'id iyo barkimo ka ficli man yuriidu likhaara, sida ruuxa doonaya inuu badsado min acaami raashinka uu badsada mooy oo kale nabigu u fadhiisan maayo buu xeesu wuxuu leeyahay sal muggi nabigu u fadhiisan maayo buu waxna ku cuni maayo gogol iga hooseyso ama barkin aan dhigan maayo saan fadhiga aan ugu daahin si fiicanna aan wax ugu cunin. Dadka marka raashinka inay badsadaan rabo ama aad uga dhargaan ayaa sidaa yeelo ama sal muggi u fadhiista ama fadhi gubeed u fadhiista ama tarbiic u fadhiista ama gogol hoosta dhigtay barkin suusan fadhiga ugu daalin.
بل يقعد نبي وإنه فرسان يشيغي مستوفزا أسوأ إسرورينيا مستوفز كوا الروحة كذا لي كتا قنتا فرع دادو كتا قنتا دربان ودقا قربة أي مستوفز كاللي دادا لا مستوطئان أن سلك الروكة ديجينين ورمات فريسيد ما يوادك دقي يا مركض الله يزوجك رشيم بلوك كان أذو لقنا كتا قن لقنا كول لابان طيب أذو حتى تابانيس أردايا كأسأل إذا مركب مستوفيسك لا مستوطي أن أنصل مجي وفريسنا إني بحونيا ويأكل نبغ حونيا بلغة وحون صهاي النفط وكعشده بلغة أيالي وحيري النفط كعشتي ديكتو تنتا إيون مركا وحي رميو في دقوسي قاعدين يجرين وارد رميو مركا هذا مرتتي ما دوك لي جيلا لوليس الهاي عويس كدم با إني حقنا إنجاري كرم باي بدنا كم وقته هل إرمان هي صعبة الله صلى الله عليه وسلم في دقوسي بالله إذا في الصومالية مركا تاسو كل بلغة وي حد كسي سوق إيسا أنت حوله يجي لقمنا كسو حرون هاي لقى عوين هاي كدب لقى لسي ديل وين لو دي بهايو بلغة مركا وحيا ري مركا نفعلس كا هذا كلام الخطابي هذا الكائن نصوشينا وخطاب هذا الكيسور اختصاري النووي أصغر رمي سيران معها وأشار غير علمك لو حي تلمامين بولون خطابك إلى أن المتكئ يهي هو المائل على جنبه نينك دينا دينا أتشان شيرا فعل متكبر أما تشق الله سنية أي متكئ الله يدا هذا أفر قاب شيء من القيم في زاد المعاد كل شيء إنتو بإنتكاء لغفة سيري تنوحاوي نين شان شيرا وقيب نين سلمك أفر يستين وقيب مدى صدحان نين قول إستي أما بركين لكتي أنت بوال ليدي أفرتا صورنا بلبلا قاب هذا يدين شجع وذا دو يدين تصاليه وحن كائن مرن بكتير إسكاف فقاده كراده كاتجا علاين كلو دي دي علا البدن بالله شجع حكمة البدن بالله شجع لكن حاورن مداس إبراهيم النخ التابع كسون أويري كانوا يكرهون أن يأكلوا تكاءة أو تكاءة مخافة أن تعظم بطونهم وحديد جري إني دنجي وحكو عنان أما سلمك وحكو عنان أما فدقبض وحكو عنان أيه وكبقية إن عروا لك صوب بحضو مركا يحصل هذا وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كله ماركو جالسا فردية مقعيا فردان يريا أما فسيغ أيه أفر استوك أيه أما وحن أن حقا شدو الله بمن وكال وارغتين تانيركي أيه بسطي لباحي حق الملها شق الملها هل كعدود إله هل كعما عمتا ويسكب في الصنطاي مركي تشيني قاينا يفيديان موييني سيدا دينك حول الله بطن أمر الله بكرا ووحياء دقاء قردن با سيدا مركي تسالك رولك الدكتو قعمها نآت في الصنطاي دام في الرساء إقعاق اللي دا فدي دانيار قصاص وفر يستوى داركتين هادي سالك رولك الدكا لابد اللقود نهوس بيتران وكفر ديا لابد أن كربو سارتا لابد قعمون تشينيها نكربو سارتا وشلبو سارة وداركتين مركب فردي دانيارين ساسا لغا ود ايغو بساسو ييلا بيسدو ساسا ييلان وارغتي يعني وحوي سيده هدا وداد كودنبيو اتصالني وي وانا لوقت بيدخ كو فريسوتو جيرب كميدنا تاغتو غانتنا جيرب غدوشيسا اد كريدتو او صاحو كو قادو سالكي باد كو فديدا جيرب كنا وا تاغتي ميد تي بيدخنا وا كو فديدا غانتنا خود كو عونيسا جينيغا هوري رأيت رسول الله رسول كلامه أركب جالسا فدي مقعيا حاله وفدي دانيري يأكل عنيا تمرا تمر عنيا رواية كل أحد يقول لها فايسيو حل أي سلاة دويد أي النبي تمر الله كيني مركز سيد دق دق تمرت النبي وقد قاتي أصغر وصيدة أفرديا فرأيت يأكل أكلا حثيثا سبب بسيسة أي نبي مركز عنيا رواه مسلم المقع هو الذي يلصق أليته بالأرض مقع وننك كدتي لبي سبريوت dulka ku dhajiya wayan sibu taaga saaqay labada dhuna taaga hadaa salka dulka dhigto labada dhuna jilban aad kor u soo taagto sidoo xunaysa hadii dhaxad ka laaci ama dhinac aad ka laacaysa ay go'dadu waxay leeyeen waxa way iqcaag oo tan uu nabu sheegay waa qayb laakin qaybta kale haday misaalinay ba sax ah oo nabiga ku bandayd baa inuu xuno qaab ka soo nabigu sameen jiray waa qaab marka tawaaduc ka muuqdo adoonimo ka muuqato isdhul dhigid ka muuqato ee hunguri weyn iyo mamaran iyo hawlahaana aysan ku jirin baab istihbaab al-akl bi thalatha asabi'a wa istihbaab al-aq al-asabi'i wa karahati masxiha qabla al-aqiha wa istihbaab al-aq al-qas'ati wa akhdh al-luqmati
التي تسقط منه وأكلها وجواز مسحها بعد اللعق بالساعد والقدم وغيرها. باب دير بو شيخ استبدغ وحور استحباب الأكل إن لتشعليا إن لقعونا بثلاثة أصابع وبابية صدح فروض إن لقعونا صدح فروض سولكا إيا لبضى فروض كالي فرمرك ستدي فرط الدحي صدح لا لقعونا إن هي سنة هاي واستحبابي شافعي رنجري وحاوي صدح من لقعوننا وسنة المسلمين أفر يشن وطريق الشيطان بورنجري شيطان وركي ويئيه فعل المشركين والعجل إن شنت بالله قشده أما أفر طبلا ماشى لقول رفاخه أذبع علمه من عبيه واستحباب اللعق الأصابع إلا تعالي هاي فراها إلا موت ما كان راشين كدام ما يسو ما كان ما يسو الراشين كي إذوال كيكبح إذا فراها موت نيسا إنت أدعونا يسو الراشين كدك كل جرته فراها لابا موت صده لأنه على اليد هذه دعانك هذه عن رفطة دي بأدوالك كل عليس صح ما أمرك أيضها مركا ضم يستر راشين كود هنسطو أما أدوه فشيت كبحضو دركي مركا كدي بتفرح موطنيس أنت اللي قلت شرو هذا ضد بايسك وسواس فربضون أو شكي كربا ومركا كوركاضو موطن حيرد كسر اللابتي هذا معلية هذه عن رفطة دعون النبي كلي ما نقول حسنا بس إذا ضبا رقنا هنا مو ناقصنا مركا ضم يستر كدي فرا هذا موطنيس أنت وإحنا لو ذا جيسو فرم موطن كرتي هذا موت سطنا ده نقص نقص ميسد. هذيك الصومالية لقى شيء غي، لقى شيء غي. كوب كشاه هدي الله شو بالله يري. روك ما ديك ترين. ما كان أشرب طوقات سوء في قصنا هي كورنا ما ينيا. هدور ديك ولي كمان نقص نبالي. دور روك ديك هو. حوار كائن تاي هنقول حم. ما حد يكتكون نقص ما ونقصنه. وهاي سنة يا. ما كورنا ما يوم بدك يا. بس هدو كل هذا كل سنة وبدك وديلي شريبة أو ركبة بس هكود ديلي بس بابا نكون نيو وين بان هاي بين محامك فلي بورن شريبة عليه شيء هذا بس كل هذا وكل علي صدقال با يا حجة حين نيو وين بان بس بابا نكون ريم حاكله ما يدرو هذا مركلان بين كل شيء غي أنت سوق باهي هاي سنة دين تسوق وطن ورد ما يسنا هولو تعلم ما بس هدو كل هذا بعد يبين من اللي قبي علين كرو نيو وين بان هاي بس بان إيه بين محنكو فلياب ورنجري بالي دب ملها وكراهة مسعها فريه إن لا ترترو إن لا كهضون لتشعلين قبل العقية أنتان لليفن أمال لموطن كهر واستحباب اللقع القصعة هي إن لتشعلية حلالة بتركيا ذا إن لمرديو أما صحن كلا الليفة أما شيء قادة للليفة وأخذ اللقمة نقول الآن بس ما لوار كان أوشا يدا نقول حما إيو إيمان الآن يرهشنكو كوكو يراضي إيو وحاسي واركايا انا صنبت هاي ام اركايا يو اخذ اللقمه افجلسك امعادك دعي ان لا قادو التي تسقط منه كدعيس الراشينك اما روح اكلك كدعيس وخي كدعي ان لا دبته ولا ترترو اون لو دوان حقوق كبير با كجره وخي دعمان لا تابانين حقوق كبير با كجره مركا دي وسخده غاديه اسكغي عرض يقشنكا لا تتري كرو ان لا دبته ولا سو قاتو يو أكل عنود هذه أنتوا بعينه سنة هاي وجواز مسحها إن بنان تهاي إلا مسحه بعد اللعق أنت مركزي إلا اللي في كذب فريه فريه أنت اللي في كذب أيها هذا ترتري كرتا فريه واد اللي في تير هشين كات قدام ما يسي تيش بس كات ترتري كرتا مرات كات ترتري كرتا هذا ربطه لو هذه عديمة هذا وسط مرسن كرتا كعمها تكون مسحه كرتا هذا واحد بدهم كسي أولين وابد كل عشان كرتا وتشي هريدي هذا مرسن كرتا ولا اسم له وجواز مسحها فريه إن لو ترترين بنان بعد اللعق أنت اللي في أمر الموصل كذب بالساعد ردون كردون ماذا لوها أما قوة قعمها يو القدم يؤدي ماذا هو سيء قم ماذا هو سيء يو غيرها ماشي كلام مركا تمام بقول يا مرصدة ماذا حس كم مرصدة مركا أبا هم بدفن سكر بهاد وعن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما مثكين هذو راشين عنه فلا يمسح يوسن ترترين أصابعه فريه حتى يلعق إلى اللفاء من موتصده أو يلعق عدك لأم موتسيه بسدد موتسين كرتابين يعني علومات بسدد كوجو تفرح ويقول كل لفته نيف ربايض وهو قولي سيقورك جوغدوك وكل لف كرا هذا الإسلام تسكو في عن تين ونفرح نقدوا إن كل هينين ويكون موتسان كرتا عرطة يرك يسكج على أبوه حسوتا قابس كربا موتسي هذا ربط روح مركا أدو أنكا أن كان يقصنين أما أن كان شعشعينين أدو وات يلكرتاو متفق عليه هذا مركا وعده وحاله من علم الله بركة سنة يدوتشر
wadaadihi kutubka sharxay qaybo kamida wadaadka hadduu xerta faris u taago muuqdaana dhimma lay dheen xerta xertanadiba ah xero kale weyn uu ka hadlay. طيب مده قال تاس ما بقول له هوشة خاص نبي كنت عليه الصلاة والسلام التبرك هوشة نوع عاس التبرك عاسو بنا يقول كنت هاي أحد لو ذاكر هوشة أنا ما أجرته لأنه علة التبرك لقوم السنة في النبي وفي غيره عليه الصلاة والسلام شرط القياس على النبي نوحى شردها أما شرط القياس الفرع على الأصل وإن علة أي كسمي لبضى شيء أما أي فرع كبضا طاي شردها مركة دل واينا وفاسد قياس كأسكا. وعن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنهما قال رأيت رسول الله رسول كلاه بن أركو يأكل عنيا بثلاث أصابع صدح فرض حكو عنيا فإذا فرغ مركو دميوك الرشين وكفر حشان لعقها فريه بمتنج رسول بنو عليه الصلاة والسلام حلال أم مطنينا نبقى إنو الشيء قدونا رواه مسلم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر نبقى حو أمري بلعق الأصابع فرها موت قدو أمد فري إيه والصحفة حيرة إلا مرديا ما لم يتصدوا للافو وقال وحونا يلي إنكم إذنكم لا تدرون مؤقذين ما قرنا إساء في أي طعامكم البركة راشينكم كي بركة كتشرته ما كيف هو علوش هذا التقيبة ما كان فرا هذا كوها ري هراجي هم بضا ما كي حيرة السلك هذا كدام بيا لما يقان بركو حبيا لقى التقيموي. رواه مسلم. وعنه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وقعت ضيد عضو إذن علاد بالغوش يا جاي مرضى يسيدها تهي والبركة في المجهول وهي وطريقة النبي أمري بادي ليس وأنك أجرنا إلهي واكا كاسينية بل هذا قول يا أبحاث قرية الطب النبوي كشيكية وحيليا دراسة وحات مدبا والله لي وهذا نمان إنجليزي كوا مريكنا بايسكو راعين أبحاث بحثي إسلاميين فرها موت ودرهاشين كأدن بيه بكتيريا دحونا على شرنا وعلي داوة كطيدادي فراها مركي شقين ايان وحيب دحين ان هو يديد با كيمن يديد كاي راشين كان مركي اسكول لفاقان ولا موتو علوشه او تغتنا بكتيريا وحن اي لغا قادو كنين كان بدن انت بيوتك استعمالشا وحو بابيه بكتيريا وناكسم بابيه واقدم علوشه وي ادكانيسا مسقوش سبعن او غلي ميسيد دبر بدن با ديلن راشين كو كو استاغيا ادو دنبا فور وحما قادي كرتيد xidmaha yar ee marka dheefta ka shii kala baxa raashinka bakteeriyada ay ku shaqeeyaan baa dhimanaysa daawooyinka cuntada ay baabiyaan waxa daawo ka muusiga faraha la mutan waxbu ka qabanaya wax walba marka shariicadu idin sheegtay xigma idan garanaynin ayaa jirto mar walba soo baxaysa dib lagu ogaanaya. wa anhu an jaabir rasuulullah sallallahu alayhi wasallam qala idaa waqa'at haday dhacdo luqmatu ahadukum midkin afgaliskiisi baa ka dhacay ama xeeradii buu ka dhacay ma asagoo soo qaado ba ka fakado ka faniinay falyakhudaha qaadaha ka daba tago falyumit hazuriya ka tirtiro ma kana biha wixii ku yaalo min adan usga ama wasaq kala ama qashin iyo xab soo raacay ah walyakulaha cunu yusandaynin wala yadaca lishaytaani ibliis iyo shaytaan ayaan looga tagin lumadaas u daba taagan yahay asagu la calfanaya walaa yamsax yadahu ruuxa muslim gacanta siyuusan tirtirin bil mindiili fasaleetiyun ku tirtirin macnaha waxaan gacmaha lagu tirtirtay ama tiishka ama marada yarta loogu talagalay منديل بالاسكير هذا حتى يلعقا اصابعه الى فريسه ام طامه والليف فانه روح مسلم كان لا يدري موعه في اي طعامه البركه راشين كيسو كي بركه كجرته كي هوري كدنبه كفريسه كدغدغن كخيرده كهري رواه مسلم. وعنه عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان شيطانك يحضر أحدكم متكين بولك سوقيب قولتشوغا عند كل شيء من شأني وحديث خطره نصوص كلا أنا فايسو عضيسي وحوال بوط سمين يسوى إيمانا يانيك شيطان لورنشر من لك يا متشر بقى قرينك كلوس على الشيطان هدي النبي محمد إليه وكلمة إسلامي نول بقرين بالله سعود من الشياطين كو دور كاديدو عركواه تشوغا إن الشيطان يحضر أحدهم مثكين بولو جوغو كقيب قالا عند كل شيء شيء كستو صو حاضر يا وكل جوغا يوم من شان حالات هذا كمد وحول بطمين هدد شان ليس وكل جوغا هدد قبيسن وكل جوغا هدد سوريجلي وكل تاغي هدد راشنعون وكل تاغي هدد هويني وحكدي وكل جوغا وحول با دد راشن أبور وكل جوغا نبي قاتل مامي حتى بيرت مكاد أبور يسوى كل تاغي بسم الله يكو أبور دكان كفور وكل تاغي أتكبح وكل تاغي شيء قد روح كجد وكل شيء يعني فلو البوت قادو وأن كقول لرون لما أنا امتحان مرك إلهي ذكر جيسي حس كيس الله حس كذا الله سكذا دفاع
حتى يحضره إله كلقى يبقلوه ويما الروح المسلم كالشيطان عند طعام مكو راشين عنا يعلفني. فإذا سقطت لقمة أحدكم هذا بامر متكين هذا يكاد عضو أفقليس كيسو أردعو فليأخذها قادو فليمتها كترتر ما كان بها وحي كل قيو راعيو من أذن لباتاء ثم ليأكلها عنا ولا يدعى للشيطان يوش الشيطان أغتقين. فإذا فرغ مركو راشين كالدمي فليلعق أصابع فريسها مضمطها الليفو فإنه لا يدري موقف في أي طعام البركة راشين كيسو متكي أو بركة أي كتشرتي أما أي راعي قرن مهاي وحوية أنكو دافن وهي رواه مسلم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مركا شيطان كاسي قابك أو مركا قابك أو راشين كو عنا أما وقف أيدي سنة اللقمة شالي ماشي كود عدبات أركا سيدو ولي التالي واسي دبي علمات ويدادين أثار باطل مانتي شيطان كو راشين كاردع يهدادا كدب تورد قادين أسوأ إنه مركب قاتو أفك الجريمة ما هي وأرسنية أرسجا وأرسد بكل رجاهية وحاجرة مخلوقات إلهي ضبائعية خصائص يقوى بقلي حيوان وحاجة إلمه سأنو تين وحطرنا تين طيمدو ككوريا دين صماليه ما تقارنا ديدين بين إلمه سو طيمدو ككوريا ساسو عرتو أفيرين ساسو أوى جوري عنده كتاجي عرتو كبع أيام وركاس الصومالي الشيخ ما في لها يلا غير زحطة بل الله فيري حيوان علمي سبحان أترينين كل أسو قرابة وحسو رادية أما الناس نوتيو أما عندوف أطفو وحضاديو حيوان عالا قد نقوم باتشو الماء وقرامي أنتم تيري لكن الساقة وحسوعنا أفقه وقرة كوا عانا ديق أدمو دعروتو تسيئة تيرو أفقه دقاق القولي أما السنقه دقاق القولي سيدة باشن دار أبو نحام كعربتو إيدا إنه قنام ديش جرم حيائي بلون بلون مدوا وين؟ إذا دير عن الله جواب قبل ما باش بيجوك تدي من شمها قد قدونا إذا دير وش بكرة ده مد سمارك يا بلون بلون ما بون لو بكميت كان وين فرحة طوب سكوح عنا وين كاي جدة مدن ربنا عاد عادي الله ذر عادي كوشان كعرساتنا الله مرة مد كوين باشرته حورنا ما حورته يدو وير دنبس دنبس بيوقتها يدو على عدا ويجرتها مت وحاجرت انتو بكرة رقم بالله ويك وقور قدم باجرتها من شما قد قدنا ويلاد أف قدنا ويلاد بيه دع سعطاء وكلون كاسي وحاسي إلا بحدا مت داس ويمت دا المدى ديقة بكو كوريسي سنك ديقة كسي ديقة سعب إلمه نوغي إذن يلمه محاوي علمات مكو حيوب بديه شيطان كو راشين كو أرسانيا مكو أرسانه وبعكنا ودرقيا أبدي برواد رجع. مركب واحد لود دي ده وانو أرصد أبو واحد أرصد وينو واي. أو بس إنك جوجو يسو. عاد كده عينا أتوقع تدك عليسو. لأنك هو عادة وين سوى البلولات دقال عنقابتان عنقابتان دقال ولا قصة مجهول. عاد هو ميال سكوريا. وعن سعيد بن حارض رحمه الله تعالى وسأل جابرا. جابر ويديه وشيء. عين الوضوء كويس قادك مما مست النار وضبك وحو طابته ضب لصارين لكريي. من لقوا السقطان يابان إليبول فقال حلو جابر لا مايا شاهي عنطي وحد دبل سارين لكيريي إن لقوا السقاطه واجب موجود إمامك لكن واصنه بإجماع المسلمين دب وحي الله ساري دب لقوا كيري إن لقوا السقاطه واصنه ومتفق شيء أساق عند أهل العلم إيه لكن واجب معها سأفهم حلو السحابي وقد كنا وحانو هاي زمن النبي حلق صوبنا عليه الصلاة والسلام لا نجد كوا أنهلين مثل ذلك الطعام راشين كان نوع عاصي الدحدة يا أما الدفن كله إفرها كل دقة هي أما الصوبك إيو دفن لي الدحمان نيل جرين بور واحد كا قال لهم بانيل جري إلا قليلا مر مر لفهم وي فإذا نحن وجدناه راشين دفن لي أما الدح لهدان له لم يكن لنا مناديل فسليت يوما لهنجر أما استراشو إلا أكفنا قعمها يا قموي هدان راشين كان نوع عاصي هيلب لأما الدفن لأما الدح لآن هلو ما نلاهين بول مركا استراشئيو مناديل آن قعمها كتر ترنا قعمها نقع نوعها مناديل يو سواعدنا ردو مضا نظام يلاها ردو مضا أي أكوه هسام أكوه قراء يو أقدامنا أدمها وسيق مدها ثم نصلي ونتكنجر ولا نتوضو ما نوي سقاذنجر رواه البخاري يعني هادي مركا من دي روحي لنا وصمينيا ما لما نبقى راشين لو كان مركاس اصوى عنا يهلب بصلاة الله بلا الاقيمي مركاس النبي ما له تربى يداه مركا فسليتي من تسكاتر ترى اسكما صحيح مركبا يوبا حي
روايه مركه و خوجهده waxaa weeye روايه kala cadays qultu li jabir hal alayya wudu'un fima massat an-nar waajib ma yuqta inaan ka weysa qaato wixii dab la qabadsiiyay ama dab la saaray idan marka mas'alada taariyan lagu khaldamay shalay ba wadadii weydiinay ku khaldamay oraan waxay ahayd wax walbo dab la saaro oo la kariyo biyo iyo baad ba in laga weysto waajib ahay biyo iyo baad wixii dab la saaray naar ba ay taabato in laga weysa qaata waajib ahay waagid nabi kaleey salaatu wasalaam muhammadu ku yiri wixii dab la saaray ka weys laga weysa qaadan maayo waajibnimo laga weysa qaadan maayo laakiin waa sunno ninka ka weysa qaadanay taasi waa gooni waa mas'ala ku saabsan wax walba dab la saaray ahay xukunka hore waa waajib in laga weysa qaato waa la nasaxay hilibka geela laakiin shuqulku ma laha dab iyo dab la'aanba isgeelnimo weysada u jabiya ama hal la kariyo neefka xoolaha hadii la gowraco oo birsal uu yahay hilibkiisa asagoo cayriin ma la cuni karaa mise maya waa la cuni karaa xaaraan maaha neefki baan gowracay si saxan u gowracay saanti baan ka bixiyey anoon dabba saarin miska barfuuqi karaa wax xaaraan ma way banaan tahay in la kariyo way fiican tahay bakteriyada la sii dilahayaa waxbay noqonay haddaad adigu baratay ood cuni karto wax kuu diidaya ma jiro hilibka geela marka ama hal la kariyo ama cayriinimaha lagu cunee geljiruun oo kuruska qaybti la oran jiray ammaan meel oran jiray ammaanka isagoo bay isku cunaanba isagoo bay dab ma saaraanba marka hilibka geelu hilib geelnimo ahaanba weysada u jabinaya shuqul kumala xukumkan asaga ah wixii dab la saaray halaga weysisto waa la nasakha shuqul kumala nabi allow ma ka weysayna hilibka adhiga haddaad doontan ka weysisto hilibka adhiga ee la kariyey ma ka weysa qaadana haddaad doontan ka weysisto adiga kale iska daaya geela nabi wuxuu yidhi tawadda'u min luxumil ibil حديث جابر يكي برابا كيمد في صحيح مسلم ومسألة هذا حق بدن أصحاب الحديث نأي كوتا جين سكو قادي يعني لسكو خلدين هذا بريه عند السنبوس يا هولا لعناي قل يا ملو هلب كسنبوس كوتشرا جيل من لقوا يسقى ويسقادنا يا ميت كعلب تاع من لقوا يسقادنا يا أوت كع علب قل يا نقرن إن من لقوا يسقادنا يا شعاد وحورنج السنبوس لقوا يسقادنا معي رحمة الله تعالى عليه شو هذا سوء عرن جري سنبوس لقوه استقادان ماي محاير سنبوس مقع كلو يا شيبو سنبوس بالي هذا أو شو بركة أنا ما أنا كنت أقدر سمي لكن هو هليب قيل ما شد كوأرك تنا وحلو قل رو أمي لو قل أنا إسكا إلالية كوي استقادة سادنا مبرنا هكليني ويسدين رواه البخاري مسألة مركة كسب سن قعمها رقد دوده oo halkaan xadiidka u dambeeya gacmaha dhaqidoodu salafku way isku khilaafeen wadaa waxay dhan waa mustaxab waa sunno in la farxasho cuntada ka hor waxaa kaloo sunna ah marka raashinka dhameysatay muusato iska tirtataa in la farxashana waa sunna jamaaca ku tagay jamaaca ma salaam waxay dhan waa bidcaba waa dhaqan majuus weeyaa ma banaano faraha dhafiri haday nadiif yihiin iskaga cun haday wasaq kugu tala iska dhaq waa sax waa hawl u laabanaysa xagga nadaafadaada uun farahaadu sidii reemiga dad tirada war gacan dhaqa la yidhin reemiga shalay baan ceel joogaa buu ceel baan shalay joogay maxaan ka dhaqanahay shalay baan ceel joogay oo shalay goormay ahay maxaa ka dambeeyay habeed iyo aafa ka dambeysa soomaa marka Layth ibn Sa'ad iyo Sufyaan al-Thawri iyo Malik ibn Anas iyo jamaaca manasa waxay oran jireen waa ficil majuus walihan fereber dabcaabudka ayaa hadii qorado iska nadiifa farxad la soo ordahay wax walba oo la cunay biya la socday farxal bay la ordahayaan yaani waxa sax ay leeyihiin kolba nadaafadadu baad eegaysa gacantadu haday nadiif tahay waad ka raashimaraysa haddii wax kaaga yaalna iska nadiif sharcigu islaamku waa jecel yahay nadaafadda laakiin in sunna laga dhigo le waa sunno waxba kama jiraa bay dhawaa dhaqan majus qolaha yiin marka waa sunna dalil ma hayaan idinkuma dalil ma keeni kartaan aad sunna kaga dhigtaan ra'yiga waa ficil majusna heen هو يرقل ويجر أدق ياي ويرقل لفسن ياي تفصيل كأكل بنا ذا فضه هون هلو عليو أيا وناكسا باب تكثير الأيدي على الطعام وحو باب يا قعانتا إن راشيك اللغوبة ديو اللو ذاكو خير ككتشرة قون وحوندو شلو نقصو هذا اللي ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا
inaad goono cuntood keliga cuntiyo in la wadaago labadu way banaanta waxaana fadli badan wadaaga ina axaba acaami ila allaahi maa kahurad calayhi alaydi waa nabi sal soo mar ilaahay raashin wuxuu ugu jecel yahay iyo cunto la cuno miday gacanta ku baatee la iskugu tagee la wadaago idan gubanimada sidaa ah gubanimada iyo dhaqan wanaagaa sidaa in wax la wadaago oo layska warqabo oo baashu gooni goono cunud way cuntahay waxay dhan axmaarad ku maamaanin keligii cuna keligiibu dhintaa axmaarada etoobiya keligii cunay dhahe keligiibu dhintaa alla weydiiyo qolihii ogaadeen axmaar isku ficnaayeen waxay isaa ku dhihi jireen bishaayo bilaale bishaayo mootaala mi ahayn haye saas in ahayd baan u malaynaya axmaariinta weydii المهم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين لبر راشين كود كافي الثلاثه صدح بكفلين كافي الثلاثه صدح بكفلين وطعام الثلاثه صدح راشين كودنا كافي الاربعه افر بوضيقه علوم وحيده ما اهم حديدك التحديد هو تقريب لبر راشين كود افر بوضيقه صدح راشين كودنا افر بوضيقه وحلقه ودا راشين كلا لوغ تلقل دد كبدن بوضيق كرا ki afar loogu talagalay dadka badan buu deeqi kara ee ma aha in la xadeynayo oo la qoondaynayo la goynayo sidaadaba wax yar kaad isugu talagasho umad badan baan fici karaa wey macnaheedu nabigu u jeeda saa darteed riwaayadii Tabarani fil awsat bi sanad dha'if ba adaysayo cilada uu nabigu u dhacaamka labada ruux ee saddex buu deeqa raashinka saddex loogu talagayna afar buu deeqa uu nabigu u yiri ciladii buu cadeey riwaayada ay cadeysay kulu jami'an wala tafarraqu كلوا جميعا ولا تفرقوا اذا يلي ودجر وح كعونها كذا تقيني فان طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الاربعه وطعام الاربعه يكفي الثمانيه سيدا صحيح روايه الا ذو مركه وامح ودجر كاي قولنكا النبي جعل متفق عليه وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طعام الواحد يكفي الاثنين يكفي الاثنين صدع هل راشينكي لابو دقه وطعام الاثنين لبر راشين كودنا يكفي الأربعة أفر بوديقة وطعام الأربعة يكفي الثمانية سديد بوديقة كفي الله رواه مسلم زيادة عند الطبراني في الكبير أيا جرت في آخر الحديث فاجتمعوا عليه ولا تفرقوا نقول حديث كسيدة أولا ما يستري إنه يحب فاجتمعوا عليه راشين كوداقة اسكو ولا تفرقوا هكذا التقينة ولا تفرقوا هكذا التقينة مرة دي نقول بصحن كسيقون وقاتو إيه ويل وين بها لقوة الرتي وحد مودا ان حديثك وديده فاجتمعوا عليه ولا تفرقوا ولا تفرق مركا هل ويل اسكو تغاهيو اي اي مركا وداغ نوقونيا باب ادب الشرب واستحباب التنفس ثلاثا خارج الاناء وكراهه التنفس في الاناء واستحباب اداره الاناء على الايمن فالايمن بعد المبتدئ وحو شيخ يروحو باب هي ادب الشرب ادابتي اخلاق دي انشحا وحلو عبو أما لو دمو واستحباب التنفس يا نفسك إن لا جعل يحي ثلاثة صدح كور لنفسدو خارج الإناء ويلك بنانكيسا مركات بيها ميغنيسا معناها دميسن مدربتنا عبد و حال مره دد كبنيسا و خيره كربت هل مره كو فيلان هدي لكن اد مدربت ان اد سيف عن او غدرغتو و ان اد نفسات لا ربا ان اد نفسات لا ودنا نفتون اد ويلك كو نفسنين اد بنانك كو نفسوتو هودا دي اد بنانك جيسو يو كره التنفس كن نفسك ان لا نعبي هي في الاناء ويلك غديس لو نفسه لو نبي با اوريا بيه ايا اوريا ويسبدليان ددك قاركون ده كا دمبيان خوغه وا وا كا وسوسا هيا واستحباب اداره الاناء ان لا جعل ويلك ان لا وريجيو على الايمن فالايمن نبنك كم ديلك عانا ميدكتا لو ديبي كدبك كو خيغا ميدكتاس او سكونيسا وي بعد المبتدا كي لو بلاابي كدب كي لو بلاابي كدب يعني مركو هوري واني سو مري ويلك يا راشينك واحد بخينيسو روحا وين باد كبلابي روحا وين حرمينيسو جماعه ميشا فري نينكا او قيمه بدن اوغااسكودا اوديغا او وين علومدا باد كبلابي مركي بلاباتو وخي كدمي ميدكتيس او سكونيس اسي ميدكتيس لو سي وديا صادرت الصحابه ورمكي واخ بخينيا اما ديبا يا راش نبيي كبلابي جيرين خيلي دم ابو بكر باي كبلابيا كدي ميدك باي او وديان ساس هوشو كسكونيس وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثه نبي وحكون نفسن جري عبتانك ثلاثه ونفسن جري عبتانك ثلاثه صدح شير متفق عليه مسلم بوحكو دري حديثك ويقول انه اروى
وأبرأ وأمرأ قال أنس وأنا أتنفس في الشرب ثلاثة مركو ورياس نبي قرن جريب وري إنه أروى صدق قرآن نفسته أيا لغو درقا بيو كتورقا هذا أدل دشو أو قرشو 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 قسيسو لبي بكو قيسان إياه وبكو استاي كران وبكو وريمي كران إن أدل نفسته أنت حقوق عد عبت أدل نفسته هذا نكون نقطة أدل نفسته لغا درقا إنه أروى من الرأي عكرانتي إذا ركت بيها لقد رجع لقب كتبها هذا ساسا إن لون نفسه ده أول نكسن وأبرو أي سجى أوفيو ببطن ودب كوج جيسن مايان كطرق مايان وقد عانا أظن نفسته وأمر وحق مري أي جدين كان أيجا أمر ترتيب بمر أيامه أنا وأنا سيد النبي قوي لشريبا يلا يوم مركب وحبها يصدق قربا أظن نفسه أظن نستعب ورنجري أنس متفق عليه يعني يتنفس خارج الإناء ويمن دونتا ويلك برنانك ساتكون نفس نيسا انت ادمي قلتو فوفسي ضميره دي مش سو ضميره ما يو عبا يمن فوفتو قاينا يو بيك عنايان حلو واسدا ايو عبا يين نفسا دوغاق واسدا اذا نبو حربا هدان بن آدم نهي دوغاق اي عدود اي مجانين تينا كدوانانو وروح مسلم كان بها امتشبهين حتى في الشرب والأكل واخلاقي يدقن قونا روح مسلم قويش وعن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا هعبنا واحدا أي شربا واحدا هل مرة بيها قد ما يسننا كشرب البعير سيد قيل وحو عبو كالي كشرب البعير سيد النافق قيل وحو عبو كتو مرضو ترك أفك قليس أمي غنى يأوضو يأو النافسنا يقول ما يسننا مركو الدالو فرد بنا هيا دانوا كنو قنا لكن انت صد النافق وضع هيا وقتي ولكن اشربوا نبي وحوله كعب بيها مثلا لبن نيف او وثلاث صدح نيفون وصموا مقعابا الهي مقعابا اذا انتم شربتم مكاد حبا بسم الله لها واحمدوا الهي كم هذه اذا انتم رفعتم مكاد رفعتم الفم عن الاناء اما رفعتم الاناء عن الفم مكاد ولك افك قادان الهي كم هذه اذا مكاد بيها عبتان كرم الحمد لله دي. مركات بالله بيسهرنا بسم الله يدبر النبي كل عليه الصلاة والسلام رواه الترمذي وقال حديث حسن حكم كأو كسر الترمذي يا إمام النووي كمار النسخ هذا مطبوع هذا مخطوطة لنا المراجعين من سورة الجين وذا ده كسر جوري ورنا وحيم كسر جوريين وقال حديث غريب حديث غريب بيسو جوريين مركا حديث كان فقرات كسرنا هو تشواهد بوليه هل فقر أن شاهد اللهين ما يجرته لبن نافود يصدح نافودين لو عبا حديث بان باكو تيمد ان اله الا ما هذيو مركز راشين دميسه اما عنتنا اما عبيتانا حديث بان باكو تيمد بيسنك شي ولا ان لو قبطو عبيتانك كوكاي هينا ادله بان باكو تيمد ما حال ديدي ان بهائمتي حيوانات كي خولها لا دو ادمها حديث بان باكو تيمد لا تشربوا واحدا اي شربا واحدا اي بنفس واحد هل نيف وحكم ميغننا كشرب البعير سيدر تقول حميك توك عليه ولكن اشربوا مثنى وثلاثة لبجر يستعجر أن أفسد انت مركا لا تشربوا شربا واحدا كشرب البعير بواد وحيدة هذين أحاديث تلمانتي إن مركا دم بيبن ربهاني مرة بيبن ربهانتي مرة وحي ربات ربطها مركا وحي ربطه هل نفبك وقفل ما تكون عبيسا تقول قرسه بعد اسكن نفسا هالمر مرة مرة كن نقول ما يسيد إنه مركز ديدا ياد مدابدا حديث كانوا أحاديثه وقار إيمانية كما ور إيمانية توقع لوام معي ومركز بيبن عبيس الميغان سير نبقى رتوكم بشبهي لا تشربوا شربا واحدا كشرب البعير ومركز بيبن عن عبيس يضب هنا يزين هذا نفسته لكن مركز بيبن يركبون يزين نفسة كوكو فلان حديث كانوا تاكما هذين بال يا كفي عين لقو الجواب وهذا كمحقق وسط حديثك وضعيف بولي هاي وأنا وجيه رأيك تضعيفك لكن إيه إن لا تحسني وحكمك أنه وشيغينا أصدقاء قريب جدا لماذا؟ سندك وحكو جروا ذاتك الوضع عيفنا وذلك يزيد من السنان الرهاوي يزيد من السنان أبو فروة الجزر الرهاوي وأن انتابع من أتباع من التابعين رقي علي لسو عنشري يدقال كسيفين كلاقيب قريبو أها ننكاسي وأن ثقة في دينه عدل في دينه ننقي مبلا بو أها لكن حفظه سال إسكوهاية حفظ قيسال الأسبوعية جمهور أهل الحديث وحقيقة إنه ضعيف مطلقا يا هاي أحمد يحمل عيني علم ديني ترى قدني النسائي وحقوت تجد نك إنه ضعيف يا مطلقا بخاري وحوليه هاي نك ضعيف مطلقا معها
لا بأس بحديثه، لا بأس بحديثه بوري إلا ما رواه عنه ابنه محمد فإنه يروي عنه مناكير. بخاري أصوح رسالة شكتن ما حمد بخاري كده قصين وذادها لأنه حنين كان كلاقادة نين كان أحاديثيسو مر كان ضبق اللي حديث في عن برون إبلا هاي اللهم وحو كوريو ويلو أصور هاي باجر محمد مزيد اللي هذا نين كان أبي وحو كقاطو ومناكير بوري ملك لو حكيري وصدوق لا بأس بحديثه إلا ما روى عنه ابنه محمد مركل وحولي ومقالب الحديث ترمذي باللبض حكم جامعة كسو قوري حكم صدحاتنا عيول الكبير بكسو قوري انتبه بخاري أصوه هالكاسو مري وحولي إنك أستاذ مدينة كالقادنا حديث كان ماء من حديث ابنه ومن حديث وكيع وكيع بن الجراح أبو سفيان الرؤاسي أيها ورين أيها صادرتيت حكم كحديث حسن طلعون غريب تاسي نو سوغوري انه صدي سدعي ووجيه جدا معايا لنينك يزيد بن سنان الرهاوي ترمي احاديث دوره تحسينيه واسوغ لا تفردي وحاط في رين كرتان جامع الترمذي رقم كالابوكن لح بقول سكاشن يا افر وحاط كله في رين كرتان لابوكن لابوكن افر بقول يا كونتون لابوكن سكال بقول توني سديت علل كيسانا سقال بقول ثمانية أفر بصنا كجاه الله ترمذي البخاري وحي قبان إن كان إنه يا صدوق حسن الحديث بي قبان إلا ما روى عنه ابنه محمد ابن يزيد أبو حاتم الرازي متشدد وحوجي محله الصدق يكتب حديثه ولا يحتج به وكان الغالب عليه الغفلة وأن صدوق حق ديانة دي سلاك حديث سوى لقول الاعتبار لحجيسن ما هي غفلة كان يخطأ كثيرا وذل الى مروان بن معاويه وحوري وثبت نكا وما ابوري ولا شكت وان ثقه وعدله وحفظ جسم لو كلسونان كرو ادو جمهورته ميل بي كدفتين تضعيف مطلقه هي تضعيف مقيده مقيده تضعيف كمقيد كان مودا انه قروح سن يحي انه قروح سن يحي هذا مره انه فيرنا ان كسو مركان جامع الترمذي مري تضعيف مطلقه ان مري حيكم برارو من ميلها كالي وترمذي نين كان وكو تحسينيه وكذا الحديث يسا ينقوش البخاري وكسو قوري الترمذي ما نكو برارو سيدنا نقول هذه لا ضعيفيانا وجكا سبوليه ونين كاس الله وهي استحديثك هذه اللي لو حسن ووجيه جدا تحسين كان ندين ان شاء الله تعالى انت ان كتكين قرين الله بعد باجرته خطره اسي ابن عباس وحاكسو يا اردكس عكرمه وراوي ابن عباس أو رج أئمة الفقه والحديث والتفسير يا طاووس بن كيسان إن أورنجرين لا تشربوا بنفس واحد فإنه شراب الشيطان هل نف كعبنا بيبلا حال الشيطان كاسد وحوق عبيه حديث ابن عباس باورين إياه لا تشربوا كشرب البعير ابن عباس باورين إياه أرض يسين أساسا كأصحابي حكم كأصحابي إيه فإنه شراب الشيطان وحلقوا أنكر بالاجتهاد مية ووح نبي إلا قصه حكتم مهي نعدك ليس الأغان كرين هاو مركة قرينة سوى قرينة مقوية حديثك أسأل كيس من عباس وكسو غني هاي طريقة قاب كاسنا أدو واجرة المهم تنفس ك نوال كدحي سنلقون نفس هذا وهل اسك إلى ليو وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ومدو حكرب أن يتنفس إن لقون نفس هذا أمر الله أفوفه في الإناء ويلك متفق عن إن تكون نفس تئيو إن الأفوف الله ما أقوله سحر بالقوة رقتين ما أفوف كرتين أما قول أنت القاضي يا قادس كقبح أما فرتك كقبح أما بيها يربى القمة ويلي أفوف الله ما أقوله كن نفسنا الله ما أقوله إلا دونا ونبي وحوع الشيخ إنه بيو سيدا يكو ريان من هو ناقصنا هذه يعني وحوج إذا يتنفس في نفس الإناء ويلك قديس إن لقون نفسه ونبي قدي ذي إما إن لقون نفسه ما إن لقون نفسه ذي إن لقون نفسه ذي والله بكلم سلو وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي والنبي حلوكن باللبن عنا اللوكن قد شيب اللبرحي بماء بي اللغو برحي نبي حلوكن عنا بي اللغو برحى اللوكن بي عنا حلوكن برحى إن لغو بديه واللغو برحى إن عليس كذا لسكا خفينا واللغو برحى ولا دبعيه وروح جديد كبن بي عنا عصلا وما قادن كرو وحلوق برحى إن لسكا قبوتي عنا مر بكل مر عنا ذاك صبعان بوكلين أما قرحى بكل ليسي دنا بدن بالوق برحى
وعن يمين عربي دنك مدق النبي وحك فديين رميه وعن يساري دنك بيحنا وحك جوج ابو بكر با كجوج فشرب النبي عاني عاني دمي سوبن وا دمي عاني ثم اعطى العربيه رميقي بوالك وديبي اسقون ويدينن وقال وحونا يري الايمن فالايمن نكم مدي كمي كوكو كمي راشينك يعني عنها الله سيو الايمن فالايمن يعني فعل بعد كنا سبنيس اعطوا الايمن فالايمن هدي لو غدنا مبتدون باد كدغ اما خبر باد كدغ لمبتدا محذوف الايمن احقوي الايمن فالايمن احق اسغا احق نم بدن بعد ما قدريس ان واي كردبان يا دبل متفق عليه قول النبي اصحاب الشيبه اي خلطوي لو برحي لو دراي طيب تن مركه وحا كجيرا هدي غور روحا مدغت له مدغت جيرا روح لو بلاابي راشينك ام عبيتانك لو بلاابي مدغتيسه جيرا ايا اسكول لا سينيا وعن سالم بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتي بشراب النبي محمد شراب لو كيناي فشرب منه عبيتانك لو كان وحا كعبي وعن يمينه غلام ودنك مدغ النبي وحا كجيرين نين داير با كجيري وامن عباس وعن يساري دنك بيدحنا وحا كجوغا اشياخ نمن وايلو دا خالد بن وليد با كميدو نين وين ما بردنا يا هاياني انس اي عباس ابن عباس فقال للغلام ويلك يرنب وحو كيري اتاذن لي ما يفصحيس ان اعطي ان انس ديلك عناها هؤلاء الدقيدن بيدحته ايغا جيرا فقال الغلام ويلك را وحو يري لا والله ما ينمع الله لا اوثر الدور ما هي الدور ما يسين ما بالنصيب منك نصيبك أن مانتا كاهلا كوكويا شي أحدا آدمي فتل له نبي محمد ويلكي وحو صاري فرتل له رسول الله رسولك لا بحود تشي ويلكي في يدي في يد الغلام ويلكي راب ويلكي ودي بفرتك صاري متفق عليه حديث كوريا كان محاور دحية مد كور موسى إذا قال النبي نيمك رميقها ما كون نبي ديلك أصو دنتي سكبك تي أصو فرتك صاري ما بوي دي نب تقيدا مصري يا نبغى تقيدا كلام ودي ومدين ويلك انه ودي ويلك ابن عباس عبد الله بن عباس وي نبي وحصا ويا لي قال عون وي واكو هانت ورايا وانا ديركي وويلكي وصو كرصدي إيه فقه يسي فهم كيسو يوغرانا يا اذا قاداش ان ميشا كجرتو بنانتا روح حق سي كتنازلي كرو ايو فهم سي ابن عباس ايدنا واركي ماي ساسو نبي ابن عباس ويدي مركو اسو كدغيا وفيسنا نبي وداي الحق اسكا اسكلاهاي لكن إن كان رميقة نبغى دونت إذن ويديو هدى أبو بكر عمر ياسين لها وحدها ها صاحب دي دورها يا صومبا أنا كبونا دارين بوخاتك رمي واسكت بدني حمبو بالله نبغى وسطك حمانية نبغى وسطك حنتانا وكو قالوا بيا خطر بوكالية عدالة النبغة هي ضد نمدي سي يقول نمدي سي ودورو أصون إسكرنا ينبالغا يا بوكو أفو دبكا بصوصو إما نبغى وحدك أبدي حكو ويدين ماي ابن عباس بان ويدي سنين نبغى وخلاص ميزانية وأقدم وكيلي نمر بلا وحي كينو هانتي سين او اسو زياران وهدي كيري هدي دي بان كابا الجود نبغى دوح لوكين وكابا الجود شري وحي لوكين وحكا بلان بحنجر مكو هلو نيكا قول لك يسيبو سين شري نبا حو تمر ايكينا ما قوصر اما حو سوس قلي اما قمديا مركز ونبغى انت كين كفي عن سين هي مركز السلوك هي ويسلوك هي امبورو وحبي رئيسنا هي وحدا كضم بيا نينك هدية إيه كان كأقبل ما هيو إنه قرشي يهين مويين أما الرئيس ثقيف يهين مويين أما الرئيس لحق يسبو مقع عاوي وهي لبسامي يهل مرح معان نبي وكو يقاني نمان كاوي هدية إيه كانان كبدا من يمادان هدية وحلا سيين ووغني سنة يهين نمان كينا اندبتا يعني حان رقصوحا واحد ما يدكا قادم ما يصبر عليه الصلاة والسلام ضد باز يدكو ويكالدوين ويكالدوين متفق عليه قوله تله ويدي وحاو اي وضعه وادغاي واساروي وهذا الغله من عباس حديث عديس بن عباس انه يحيى وحديث كلا قات لا اثاره في القربات وحال لوو دوانيو روحن لوما دورو الا وباهن لو دواشها اجرك الا وباهن صفك ورا ميل كبنانات شيخو قلما يراه والله اسكو كوساده انك كبودال ربا يا كاغا باهي بدن صفك ورا فدغيسي اجركيس لا إثارة في القربات عمره لبدي إنه كان عمره ودرا أنا يدير بالله ذا كان عمره ودرا أنا يقال له ذا معجرة ولو دواش هو عبادات كسيد الضبا
لسوما قوري وحال لسو قورا وحي الدنيا وحان دا الدنيا إذا ابن عباس حواركا نبي محمد ويلك ميشو كعب بن أفك الله صارو هم بديسي اللغو حكسدو إنا يتهي اللو دواشي خير إذا حنا عنده الدور ما رنتي قاعد واستناءات باقالة ليست على إطلاقها. باب كراهة الشرب من فم القربة والنحوة وبيان أنه كراهة تنزيل لا تحريم وعبابي هاي إن لكهضو سبرارك أفكي سئن وحلق عبه يو النحو وح سبرار لمدأ ولاش أفكر دومن إيه جذه ذو حكوت لأن لأركينين انت أفكر 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 طارت لما بيها لقى ما قرقريه برام برا كوت لي كرتا هنقر الله ورح فري سنكر دب خلوع مصبا ورح فري سنكر حلق المدينة يدعى ذي سبرار با سحاب انتو صاوف ريبو يو أفكر أفكر كعب نوغي مصيرو كوت ريبا علوش ستكي هل سوي هل سوي مركا دلوين كلا أركا يعيد عليه اسمه حال أركا يقديس حكوج على قال الله يا حاجة ده هنقوله ده الأركا ينن إيو سبرار كده يقديس لما أركا يا حاجة نافكر دوبن أفكر لقى مصر لقى من ميكتو ولقى شبتا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحو أمة كره عن عفوا عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وعبان كبر دمية هذه يو بيان إلا عبد يباب كانوا مفسرين من حديث بالله من في الأية كراهة شرب كهسك الله قدين لقى عبا من فم القربة سبراك أفكي سئي ونحو إلا ميدا دلوين كالي ورش أفكر دوبان ورنبا الوجه ذا يو بيان إلا عبد أنه وبيان أنه كراهة تنزيه ريبدا الأسكر ريبين أي كراهة أي تاي إلا عبد أيضا أي تحريم أي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله رسولك المضوح كالريبي عن اختناث الأسقية اختناث ايو قبعي خنثي وحلي ياكل الجراح ويلك افكيز ويلك افكا ياري افكا دوبا انسا انت اللوجب يلا تردعو وبنانك افكيز الله صبحيو خنثي خنثي اختناث بالايغا ذا ان هوس الاسكوكوش بيو افكيز دبلو عليو اساقا دبلو اسكوكوش عليانا قبعي بالاي عند العرب اختناث كن واتقان هذا هو جوانك مقال حكم يسا يسا معاطم يسا افكيز هذا روغي يسان وتجبين يسا قدبنا ماشي مسكوك شوكتات تخيسا مكاسات كبه يسا سبرارك مركي نفكي سال لو تشبيه نبي هو الديدي وي وما كان لقى عبه نهى ومضو حكر عن اختناث الأسقية السبرارة إن لا تبصد أسقية وجمع سقائل اختناث هو افتعال من الخنث أو الخنث وهو التكسر والانثناء شيء إن لا تشبيه أما صدر تدبر روحة ننك الرق رقنك سيدة دمرك وحر وذا مسكوش تشبيه وحالي هذا خنثى بالله هذا يعني وحوجه ده ان تكسر ان لتبيو نبي ديدا افكد ان لتبي افواهها افك انتسال لو تبيو ويشرى منها وحلقا عبود ديدا نبي مخايه له وخبا غدها كاغا سو بخي كرا بيه ارقيس افك افك سارتي وخبا كاغا سو اباتد وغيسن كرتا بيه هنا وي اوري كران دعان يا علي وخبا كاغا دخي كرا ولها ما فيعنا وي ولها ما وناغسنو هلغا شبت ولغا شبت كرهدن وكرهاتو تنزيه تحريم ما نبي محمد وسبر افك كعبي با لكن دونا متفق عليه وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله رسولك لو مدحو كريبي ان يشرب ان لا عبو لا دمو من في السقاء استبرارك افكيسه او القبر قربه امه قربدا افكيده متفق عليه افكيده دوبان ان وحا كجي لا اركين ان افك لا سارو بنبغو ديدي وانا علا دختريت با كجرتو عافمد اهان يا نبد غليا لا دوريا با علمود وبدنين وعن ام ثابت كبشه بنت ثابت اخت حسان بن ثابت قبل ام ثابت ولن كبشه مقعدو اها لا دلت حسان بن ثابت ولا شيء اهي قال وحيت دخل عليه رسول الله رسول الله با يسو قال فشرب نبو كعبي من في قربه سبرار افكي بو كعبي معلقه لحلو كلا دغرغا قائما اسوغو تاغن ونبي سر جوغو فقمت وان استاغي جري غبدو الى فم الى فيها سبرارك افكي سام قربدي افكي دبانو استاغي فقدعت وان سو غوست اي لتبركي نبي بركيسن اي سميشو افك ساراي دعان عنوفتي سي نبي رادكي سبر ان بركشتي دونيس راو الترمذي وقال حديث حسن صحيح حول النووي وانما قطعتها وحي اوغيساي لتحفظ اني الى اسو دورتو موضع فم رسول الله رسولك افكي سميشو تابتي او قبتي
inay ilaalisay rabtaa meesha haday dayn lahayd carruurtii baa afka saari dadka kalaa afka saari nabi maxamed afkiisiiyo meeshuu afka saaray baa xoogu la bahdilayaa la quursanayaa way dhowraysa way ilaalinaysa waa gobonnimo dadaal bay samaysay waatabaraka biinay barakaysatana way u yeeshay watasuuna way ka dhowrto can ilibtidaali bahdilka iyo in la quursado wa hada alxadiidu xadiidkanna maxmulun waxaa lagu xambaaray calaa bayaanil jawaas in la caddeeyo inay bannaan tahay sibrarka afkiisan wax laga cabbi karo cinda daruura ama cinda alxaaja istaagana wax lagu cabbi karo waalxadiidaani saabiqaan labada xadiidu u horreeyey horekii abi hurey kii abi saciid libayaanil afdali waalakmali wallahu aclam waxaa lagu talagalay sida wanaagsan ee fadiga badan sida wanaagga badan waa maxay inaan laga cabbin ma bannaantahay laakiin laga cabbo way bannaan tahay nabigu laakiin way bannaan tahay macal karaah laakiin nabi maxamed markuu samaynay karaha kuma aha limaada nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa la faray shareecada iyo diinta ummadda inuu caddeeyo nabigu wuxuu wax ku caddeeyaa ficil iyo qowlba waa ku caddeeyaa fal iyo weedhba waa ku caddayn karaa shay aan xaaraam ahayn oo karaaha buu nabigu samaynaya markuu isagu samaynayana asaga karaaha kuma aha shay u bannaan buu sameeyey bilaa karaahatin leanno falku wax ku caddaynaya inagu laakiin karaha inagu noqonaya baabu karaahati nafqi fi sharaabi kohsiga la kooday in la afuufo biyaha iyo cabitaanada la cabayo can abi saciid alkhudri radia allahu tacaala canhu ana annabiya sal alay wasalam naha ummad wuxuu ka reebay can nafqi fi sharaab biyaha in la afuufo caanaha la afuufo shaaha la afuufo laban baadi loo afuufaa inaad iska qaboojinayso iyo inaad saxar iyo qashin iska riixayso haddaad iska qaboojinayso ha afuufine dhigo ha kuu qaboobe maxaa u degdegi dhig isagaa qaboobi doone wax yar kadib isagaa baraf noqon doona waxba ha afuufin haddii qashin waxaa ku jirana iska soo bixi qaado qaado qori qaado balqi laakiin afuufka lama ogolo faqaala rajul nin baa wuxuu yidhi nabi allow alqadaatu araaha fi linaa qashin baan ku arkayaa weelka gudihiis alqadaa yani waa qashinka carro saxar wax noocaasa tin iyo wixilaa araha waxaan ku arkayaa fil inaa ku arkaya de maxaan sameeyaa faqaal nabi wuxuu uhi ahriqiha daadi wax yar balqi biyaha biyaha wax yar iska balqi ama qori ku qaad qaala wuxuu uhi innii anigu laa arwi nabi allow kuma dhargo min nafasin waaxidin hal maroon biyaha afka saaro kuma dharge maxaan sameeyaa qaala nabi wuxuu uhi fa abin ilqadaxa weelka ka dheere haddaba fa abin ka foge ka dheere alqadaxa weelkii idan hadday sidaatoodan ku dhargayni hal mar can fiika afkaada ka foge bannaanka ku neefso markaad neeftirato haddana ku noqo rawaahu tirmidi wa qaala xadiidun xasanun saxiix marka xadiidkan wuxuu tilmaamay mafhuumu lmukhaalafa laga fahmay hal mar in lagu cabbi karo xadiidkii hore ee ibn cabaasi laa tashrabu shurban waaxidan ka shurb lbaciirna in mantuuqiisu wuxuu diidaya shurbiga waaxidka ah in laba xaala laga kala dhigo iyo inay istacaaruwaa mid bay noqonaysa marka laba xaalan ku xambaarina kaa hor wuxuu ka hadlayay markaad biyo badan u baahanta inaad cabto kanna waxaan ku saabsan yahay markaad aad biyo yar u baahantaho hal mar aad ku kaaftoomayso saa darteed buu nabigu yidhi idan waa cileeyey haddaan hal mar ku kaaftoobaynin weelka afka ka foge oo laba goor iyo saddex goor baa ku cab baa ku tusaysay marka isma diidayaa waa ibn cabaas radia allahu tacaala can ana nabi sal sl nabigu ummadda nahaa wuxuu ka reebay an yutanafasa in lagu neefsado fi linaai weelka gudihiisa aw yunfaqa la afuufo fiihi fi linaa fuuf la yidhaahdo laba cilun badan loo afuufa inaga soo sheegnay midna waxaa weeye kulay dartii ha kuu qabayba sug baan ku dhaha degdeg yidhi haddii iyo in qashin aad ku aragto qashinka iska soo saar ama biyihii balqi rawaahu tirmid waqaala xadiidun xasanun saxiix nahyigan soo arooray nahyu taxriim wadaadaa ku xambaaray nimanna karaahay ku xambaareen oo waxay leeyihiin ma ahna wujuub ma aha limaada cilla saarifa iyo lama hayee waxay leeyihiin macnaha diidaya baabku waa baabul adab wa makaarim alakhlaaq wixii baabka ku yimaadana asal waxaa lagu xambaaraa wixii nahyaana karaha lagu xambaaraa wixii amarana isticbaab iyo nadba lagu xambaaraa qaacidaysa iska jexdeen waana qaacidaan musallamahay baabu bayaani jawaazi shurbi qaa'iman wa bayaani ana alakmala waalafdala ashurbu qaacida wuxuu baab yahay in la caddeeyo inay bannaantay adoo taagan in wax la cabbi karo istaag wax lagu cabbi karo iyo in la caddeeyo sida fadiga badan ama dhammayska tiran waa maxay ashurbu qaacidan jumhuurtu marka warkooda iska cadyahay waxay dhahay iyagu istaaga in wax lagu cabbaayey xaaraan mee waa karaaho
istaaga wax lagu cuno xaaraan ma waa karaaho haddaad ku cabto karaahad ku dhacday ay xaaraan maadan ku dhicin axaadiisii diiday ee nabiga uu ka reebay istaagaan lagu caabin ee fara badnaydna nahyi uu ku yimid waa nahyu karaaho tanziiba ilaa taxriim maxaa yeelay falka nebi maxamed baa caddaynaya shaygu inuu karaayay leeyihi oo nabiga istaag ku cabay haddaynu soo maraynay gabadha ahayd umu thaabit kabsha binti thaabit baynu soo maraynay axaadiis kale umu salama kii cabaas iyo kii cali iyo kulli waa iman doonaan kii anas iyo waa iman doonaan iyaguna idan jumhuurtu waxay leeyihin ficilka nebi maxamed wuxuu caddaynayaa oo u fasirayaa nahyigii iyo amarkii wixii laga waday istaag wax ku cabina fadhi wax ku caba amarka noocaasa iyo nahyiga noocaasa waxaa laga waday karaaho ma fiicno waa laga roon yahay asalhaasa way bannaantay baa laga waday ibn xasam isagu daahiri way ka daran waxay yidhaahdeen waa xaaraan in wax lagu cabo istaag wayna bannaantay dheen daahiriyo in istaag wax lagu cuno wixii cabitaana ma bannaanay istaag in lagu cabay dheheen wixii cunutaana baada istaag iyo fadhi waa isku mid bay yidhaahdeen waa lagu cabi karaa cafan waa lagu cuni karaa oo maxaa jira wuxuu leeyahay isagu axaadiista odhanaysa nebi maxamed baa istaag ku cabay oo abubakar baa ku cabay oo saxaabaa ku cabtay waxaa weeye inta horeen la iska reebin way buuri inta horeen aan la isu diidin bini aadam waxaa la yaqaanaa say u qaboto ama raashin u helo ama cabitaan u helo ku cabaa hadduu fadhiyo hadduu taagan yahay hadduu jiifo laakiin waaga dambe la yidhi idinkoo taagan waxbaa cabina nahyigaasaa dambeeyey isagaa naasikha istaag wax lagu cabana waa mansuukh halkaas isagu maray wax ku taageeray ma jiro waa war asagu u wato daahiriyu meel dowladba wa fadhiisan jireen fiihi baabkan waxaa ku jira xadiidu kabsha asaabiq xadiid kabshin soo maraynay mar dhawayto xadiidkan ku soo maraynay buu ujeedaa oo nabi maxamed baa sibraar guriga ka lalaaday istaag kaga cabay kadibna meeshii baan soo goostay gabadhay odhanaysay waxaa ibn cabaas radia allahu tacaala canhuma qaala saqaytu nabiya nabi maxamed baan waraabiyey min zamzama ceelkii zamzam baan ka waraabiyey fashariba nabiga cabay wahuwa qaam isagoo taagan waa xajatu lwadaac sanadkii sagootiska 80 maalmo kadibuu nabiga sii noolaa nahyigaa horeeyey falkaana dambeeyey sida cad muttafaqun calayh وعن النزال ابن صبرة من كبار التابعين وقيل وا صحابنا ولا شيخه قال وحول التابعيغاس اتى علي بن ابي طالب با وحو يمد باب الرحبة ارداق مساجد الكوفة رحبة ماشا بنان برندد او هي مساجد بنان دولت كيسا الا اسك فريست اما لو توكاد دي لرب فشرب قائما اسوغ تاغان بو عبيبيه وقال وحونا يري إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت نبي محمد السميي بان أركي سيدا دي أركتين أن سميي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلاب أن أركي فعل سميي ويالي كما رأيتم سيدا دي أركتين فعلت أنا ويالي رواه البخاري علينا سيدا سو سميي وعو أرك علي يا صحابة إنه هي فالك أودن بيي إيو استاكو عبده أي كراهاتهاي شغلبان بأكتا قرسن وده هوشة ظاهرية ده وسو حوليه يستمع لو عبه وحارا الا لضروره. وعن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنا على عهد رسول الله حلق نحن حن اهين ناكل كوحنا ونحن نمشي انا وصعنا ونشرب ونحن قيام. ابن عمر بقول حلق النبي محمد انا وصعنا وحن جري وصفر وعمر كانوا باهنا فاكهه خضار وحن عزام هذه كسب الليله ونشرب ونعبي تربيه يا عبتنا يا عانا ونحن قيام نغو تاك تاغن فلك الصحابه اذا هاوشا نيم خليغيس اي سميه ان حبس هو كوله اي وانت لا سديدن كور واول هي انت لا سديدن كور ويه بوله يا سو راو الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن عمرو شعيب عن ابي عن جدي قال وحول الصحابي قاس رايت رسول الله رسول كي الله ما اركو يشرب قائما وقاعدا رسولك إلهي بأن أركي وفردي إيستاب وحكو عبهاية رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال عفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه نهى أمته حكرب أن يشرب الرجل ننكو إنه كعب إنه عب قائما أسقو تاغا قال قتادة وحان كنيري قال قتادة وحرف فقلنا لأنس أرسم حان كنيري فلأكل عنتان كور
nabigu haduu diido istaag iyo sara joog in wax lagu cabo ama lagu dhamo bal cunitaanka ka waran. Qaala anas wuxuu yihi dalika asharu, kaasaa kasii shar badan. Aw akhbasa ama asaga ka liito ka ba'an oo ka xun. Raashinkii ayaa kasii daran buuro ka liitay istaag in wax lagu cabo. Rawahu Muslim. Wafii riwaayatin lahu, riwaaya Muslim uu leeyahay waxaa ku timid anna nabi sallallahu alayhi wasallam zajara ummadda wuxuu ka fiijiyey عن الشرب قائما استقم حلو عبه الدليل على مركة تلمام إذا ديد يستقم حلو عبده يمد تلمام إذا النبي كعب سحبنا كعب بشرين علوم واسكون ما عندها فين استقم حلو عبده الدم بيسي والنهي جاه الرئيب الجمهور تو بدنيين سحبنا وبدنيين ساسا أدينينا رأيي كان مركة أورنا يستقم حلو عب لقمة عن الكرنة لقمة راع إن أنس ومجتهد اجتهادي كل جيب الليمد لم يتابع عليه تفرد به تفرد به أنس محايا إلي إنه كشتالي بموقات عور ذلك أخبث ابن عمر وحكو سويري حلق النبي محمد نبي قول جوغا أيان استاغ وحكو عن الجري استاغ وحكو عب الجري مرك أنس با لا تفرد الله إذا وحكو راعينا ما أو جرو رأيك جمهورت إنه مرينا الشرب قائم وكراهية حاران ماءها وعان أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال حديث كان بقدر دون حديث كالو رنبا قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يشربن عفوا لا يشربن احد مثك لا يشربن احد احد يسن كعب ومنكم اذا كان قائما استا احد نيس استا وكعب فمن نسي نكس الماء استا وكعب فليستقي هاسم تجيو هاسم تق وانو عند افقلي رواه مسلم فمن نسي فليستقي جمهور العلم وكحن بارين واستحباب هذو إن الاستغفار كعب تواكراه أذون إسقرن وإسكت داعن تان تان سلمان تستغفار كعب تنا وحاصونا إن اسم تجسيد هذه فليستقي أمرك اللهم الأمر فعلك اللقلي الاستقاء وحيله وأمر استحباب أي وجوب معها معايا لي ما بعرق أنا أحد قبا إن اسم تجوا واجب نجي استغفار كعب إنه قعنت فرت الجلي وإسكم تجيو وواجب وحيله ما عرق ابن حزم لكن انه ديبان املي ان كسون دول استاغين انه ديبان املي وران بعد سويره وحاران ان استاغ وخ لو عبو احاديثه اورنيسه وا لو عبي كرنا وا منسوخه يري تنالك ابو مرن هيا با الى تاي قرطبي ينوي اجماع يسو غوريين انه لم يقل احد بوجوب الاستقاء بيسو غوريين وخ خلاف سنه ما ارى هل كان حديثا قدر هذا باب استحباب كون ساق القوم اخرهم شربا وباب يهي ان لا جعل يهي كون كون ساق القوم إنه نقدر روح ضدك ورابيني إيه راشينك السيني إيه عبتانك أقيبيني آخرهم شربا متك وعبتان ضمبي ومتى هذا دوء ديس وضوء تيليس وضمبي كوب كانيك ميشا إيدك عد كانيك ميشا إيدك هاديه وأي هو أديك وضمي وحسوا على مركة أرد سيأتي قمنا ذو كينيس وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ساق القوم ضدك ننك ورابيني يا وحسين يا آخرهم كأوضن بيو شرب حق عبتانك ساق القوم واسدا ضربة تقيبان يس علو حد حديثك هو أصله يا شيء والبو عضو أتقبان يس ضربة تقيبان يس كتب تقيبان يس عنتا تقيبان يس بيا تقيبان يس واحد دون قيب قاسمك وإن ضدك أوضن بيو جبنة واسدا رأوا الترمذي وقال حديث حسن صحيح هدي اللي سود لها لكن ومشي ميل درين لا اي تاول اسكول لاين ايو وادغانيسا وادغانيسا مرغا ايدا اغا دوي سمايو سلاين هيين با لايري دغالك سوكيه 90 كي 91 كي يا قوليو الا غران واي عيدين يا تين روح حسن بان شيخ البان اشراف بان هاي علمادي سومااليد اي شيكتي ايغو رير كلا سي لو دايو اوداي امتحان شو ددك لين جيره و خو يري انا قاني راشين كينا شا اوسو شوبا نقول بكوب كشهر لودي بدوس سدكتو قليها الشكتين ويقول وا رقم فرد كشكتين وي هدي نقول بكوب كسيدي بنا ورم عنها الله يوري بقى ماذا عرفت كلا دوان انت بانوا اركي قليها مرك كوب كلودي بدقان هيا نوان لحري وحرب عن الله وكتاب عن الله قرست كوا قيبين هيا نوان ارك كوب كو دقان كدنبه يمادوس يقود بنا يا كورتا كيس وينو دكتو أدو حن غرب الله ما يكان الله باي دقوي تدور رقنيو لكن هذا هو ساق القوم
آخرهم شربا سداس رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح علماء وحي حديث كاني نينك أبو بكر الكالبادي كتاب قيس الأورنجر معوها معاني الأخبار حديث كان شرح دير لابد صدح وراقوت بكل شرح حديث كان فقه قيسيه وليس هلا مراجعيه حديث كحب أصل وياي نين والباء ومسلمين تحل أهيا وحي ديف وناغ أيها وإنه أهر مريو أصغر أضم بي مسلمين تحل أهيا سا محا أير شهر الله قيبيه محا أير بي الله قيبيه الله أضم بيني مسؤولية الدينية الوهيسة وحي ديف الدنيا أيها أهر مري أضع أضم بيني ضربة قيبني سيقولوني أضع أضم بين هذه الرير كذا أمد هر مري حيث أصل كاسو يتوغني إن مسلمين الله أضم أيها أيها الله خير ميرو وناقض الله شقيه أضونا مسؤولية ما دام أضغط أضم بيسو أضم مد كهر مرين أضم كحول قوسنين أيها حديثك أصل أيها والله سبحانه وتعالى أعلم.